أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وأيضا تسود أجواء مغبرة كنتيجة لهبوب لرياح جنوبية غربية نشطت السرعة. بالمقابل تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لتكون أقل بكثير مما سجلته خلال يوم أمس. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تسود أجواء مغبرة مع ارتفاع كبير على درجات الحرارة 38 درجة مئوية، الملموسة 35، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية نشطة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية، كما ذكرنا انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية مقارنة بيوم أمس. سكاكا 27 إلى 14، عرعر 28 إلى 13، وتبوك 29 إلى 10 درجات مئوية مع رياح نشطة. المنطقة الغربية أيضا تشهد أجواء مغبرة ورياح نشطة. المدينة المنورة 36 إلى 20، مدينة جدة 37 إلى 26، مكة المكرمة 39 إلى 23، والطائف 29 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 25 إلى 15، أبها 28 إلى 15، وجازان 33 إلى 26 مع طقس مستقر بشكل عام. المنطقة الشرقية الإحساء 41 إلى 24، الدمام 35 إلى 22، حفر الباطن 40 إلى 21 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى العاصمة الرياض، طقس مغبر 38 إلى 27، بريدة 39 إلى 20، وحائل 36 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء.